الرفيع منع حقهم من الفرق لها بعد سنين في نقاط المحافظات التالية. فهذه الموضوع الجديد على المواضيع العالية المالية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاق الموجودة عشان يكون أسلوب الحل المناسب لطبيعة المشاكل، ومع الوقت يتحول دور الوزارة من القائم على إدارة المنظومة لدور المبادر. وكان دور الخطوات التنفيذية تطوير أداء الوزارة ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية عشان تحكم مراقبة متابعة المنظومة على الأرض. فقامت الوزارة بتشكيل عدد كبير من دوريات التفتيش الجديد اللي بتغطي أجزاء المحاور الرئيسية للمحافظات من خلال سيارات متواجدة لتحديد التدفع ونظام تحديد المواقع عشان سرعة تنظيم أقرب لعملية تفتيش الموقع الحالي والتعامل الفوري مع الحرائق المسيطرة عليها للتعامل مع رجال الحماية المدنية وتحديد المناطق المختلفة. وعشان تقدر وزارة البيئة سرعة التدفق في حل الأصل الجوي والتهوي أنشأت وزارة البيئة شبكة لمخططات رصد الهواء المحيطي عشان تقيس جودة الهواء المحيطي على مدار اليوم وتوفر قراءات تقنية عن حل التهوي وتحديد مواقع مصادر التلوث وسرعة التعامل معها. ده غير الشبكة الفورية الرصد للبعثات الصناعية بتتعامل مع وزارة البيئة وهي عبارة عن شبكة من الحساسات الجوية توصل للبعثات الداخلية 56 منشأة صناعية بتقوم بالرد النقدي على مدار اليوم بدون سرعة التدفق الفوري في حالات الحاجة. وفي بداية توطين المنظومة وفرت الوزارة كم كبير من المعلومات لجمع وكسر أشهر الفرصة. ومؤخرا قامت الوزارة بتوفير مكاتب صغيرة للمزارعين والمتعاملين لكبار الأسعار منها عشان يستفيدوا من نشر الرز المفروض كعدد الحياة. وضعفت وزارة البيئة مع مجموعة كبيرة من المتعاملين لجمع المحافظات وفتحتهم عن مواقع تجميع قشر الرز وقدمت للمتعهد دعم مادي 50% عن كل طن بيتم جمعه في المواقع هناك. وسنه ورا سنه كانت خطه وزاره البيئه موجود في الوكاله المنظومه للمبادرات المحليه بتحقق اهداف مضبوط السيطره على شبح الصحراء السوداء وبتحقق انخفاض مستمر في معدلات حرق قشر البحر نتيجه زياده وعي المتابعين بالاستفاده من القشر ومحاكمه موضوع اقتصادي بانتهاء الاشي التابع عنها بدل ما كان بيتعرض لاعراض ماليه كبيره نتيجه حرق. فاصبح الاشي الرز سعر قليل وانتبع للتدابير على الحرق لان بقى عنده بدل المحصول محصول الرز ومحصول اشي الرز. كان الاول لما كانوا بيني ان المكان فيه حاجه برضه اتاحنا وقت محضر بيها كل يوم عربيات بتلف وارباح وبدات بتلف ما فيش حاجه في حياتي ما كنتش بنتكلم عشان ناخد بالك
عشان